أما بفضل الله تعالى الإمتداد من عمليات التصويت وإمتداد رئاسة الجمهورية في شمال سيناء مدينة العريش، فانتهت اللجنة العامة الأولى باسم العريش إلى النتائج ومقرها محكمة العريش الابتدائية، فانتهت نتائج التصويت إلى النتائج النهائية الآتية: إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة 31279، عدد الناخبين الذين أدوا أصواتهم 12824، مجموع الأصوات الباطلة في جميع اللجان 1919، مجموع الأصوات الصحيحة في جميع اللجان 10905، عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح: أولا عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي حصل على 10253 صوت، وحصل المرشح الثاني موسى مصطفى موسى محمد على 652 صوتا، والحمد لله على ما انتهى إليه هذا العمل العظيم لانتخابات رئاسة الجمهورية عام 2018، والحمد لله ووفق الله مصر وجميع المواطنين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.